من القدس ينضم إلينا أحمد جرادات مراسل العربي هناك. أحمد، آخر التطورات فيما يتعلق تحديدا بموضوع الهدنة من الجانب الإسرائيلي في ظل استئناف المفاوضات غدا في القاهرة؟ نعم زاهر، يعني حتى الآن تنفي إسرائيل بأن هناك جولة للمفاوضات ستتم غدا في القاهرة، رغم حديث بعض التقارير عن إمكانية عقدها في القاهرة، ولكن إسرائيل تربط ذهاب الوفد الإسرائيلي مرة أخرى إلى القاهرة أو إلى الدوحة بحدوث تقدم على في ملف المفاوضات وفي ملف التبادل، من ناحية تقديم حركة حماس لردها النهائي بشأن موافقتها أو معارضتها لاتفاقية وورقة الإطار التي قدمتها إدارة بايدن في مباحثات باريس الثانية، وأيضا تقديم قائمة بأسماء الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الذين بقوا على قيد الحياة في ظل التقارير التي تتحدث والتي أعلن عنها بالأمس الناطق باسم كتائب القسام عن مقتل 7 أسرى إضافيين، ليرتفع عدد الأسرى الذين قتلوا وفقا للتقديرات أو وفقا للأرقام الإسرائيلية إلى 40، ولكن أبو عبيدة تحدث عن وجود 70 قتيلا من بين الأسرى المتبقين في يد حركة حماس في داخل قطاع غزة. وعليه حتى اللحظة إسرائيل تنفي إرسال مثل هذا الوفد، تنفي أيضا إتمام هذه المباحثات. في السابق في الأيام الماضية تم إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر إلى الدوحة، وذلك ليس وفد برئاسة رئيس جهاز الموساد، كان رئيس الموساد يتبع مع هذا الوفد هاتفيا، ولكن كان وفدا تقنيا حاولوا من خلال تواجدهم في الدوحة البحث عن الإجراءات التقنية التي يمكن أن تقدم صفقة التبادل، ولكن الأمور حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأنها عالقة دون حدوث أي انفراج قد يؤدي إلى اتفاق قريب. في إسرائيل يعتقدون أنه في حال أو بعد تسليم حركة حماس لردها على اتفاقية الإطار، ربما سيكون واضحا لهم إن كان بالفعل سيتم التوصل إلى هذه الصفقة قبل شهر رمضان أم أن هذه الجولة ستفشل بالتوصل إلى صفقة. ولكن هناك ضغوط أمريكية في هذه الفترة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدأنا نشاهد أيضا انعدام للثقة بين الجانبين بين بايدن ونتنياهو، وهذا بدأ ظاهرا من خلال عدة أمور وعدة تصريحات كانت في الأيام الماضية. اليوم نفذ الجيش الأمريكي برفقة الجيش الأردني عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة. هذه المساعدات تمت عبر 3 طائرات من قبل القيادة المركزية للجيش الأمريكي وأيضا طائرات تابعة للجيش الأردني. تم إنزال وفقا للبيان الذي صدر عن الجيش الأمريكي قرابة 38,000 وجبة من وجبات الطعام إلى قطاع غزة، ولكن تقرأ هذه العملية في إسرائيل بأنها ناتجة عن انعدام ثقة بايدن ببنيامين نتنياهو، وأيضا أن إدارة بايدن سئمت من ما يقوله نتنياهو في الفترة الماضية عندما ضغطت نحو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن نتنياهو يعرقل دخول هذه المساعدات بالشكل الكافي، وأيضا في مناطق الشمال وما حدث في مجزرة شارع الرشيد خلال استهداف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى شاحنة محملة بالمعونات الإنسانية بعد حملة وعملية تجويع ممنهجة من الجيش الإسرائيلي تم تنفيذها في مناطق شمالي قطاع غزة. وعليه هذه العملية عملية الإنزال في إسرائيل، يرى مراسلون سياسيون لمواقع إعلام إسرائيلية إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خطوات إضافية من قبل إدارة بايدن بإنزالات في الأسبوع المقبل أو في الأيام المقبلة، وأيضا هي تعبر عن الحالة التي وصلت إليها العلاقة بين نتنياهو وبايدن. نعرف بأن غدا سيتجه الوزير في كابينة الحرب بيني جانتس إلى واشنطن لإجراء محادثات مع إدارة بايدن. هذه الزيارة لم تتم بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو الذي هاتف جانتس وقال له بالحرف الواحد وفقا لصحيفة دعوت أهرنوت أن لإسرائيل رئيس وزراء واحد فقط، ولكن على ما يبدو أن إدارة بايدن تحاول الضغط على نتنياهو من خلال بيني جانتس، هذا الشخص المقرب من إدارة بايدن والذي
تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواجده في كابينة الحرب. وتأتي هذه الزيارة في ظل التقارير الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن بدء نفاذ صبر بايدن من نتنياهو، وربما سنذهب إلى صدام إذا ما استنتجت إدارة بايدن أن نتنياهو يجري حسابات سياسية ويتخذ القرارات بناء على الحسابات السياسية الضيقة ويعرقل صفقة التبادل والتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار. ولكن في إسرائيل منذ أسابيع كانوا يتحدثون عن أن نتنياهو يقوم بإجراء حسابات سياسية ضيقة، بأن قراره ليس بيده، بيد أطراف من ائتلافه الحكومي، وهو ليس معنيا بالذهاب في هذه الفترة إلى صفقة تبادل الأسرى أو وقف لإطلاق النار. وحتى قبل عدة أيام نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمهنية ومطلعة على المفاوضات، وأن الاعتقاد السائد لديهم أن نتنياهو في هذه الفترة يحاول عرقلة هذه الصفقة لأسباب سياسية ليس أكثر. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، مراسل العربي من القدس.